ومن صالة معرض دبي للطيران الداخلية وأرضية العرض الخارجية رصدنا لكم الحضور الجماهيري والمشاركة اللافتة للعارضين، حيث عبر الجميع عن قوة التنظيم وجدارة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص في احتضان لكبريات المعارض العالمية حتى في أوقات يشهد فيها العالم تحديات صعبة وظروف استثنائية. حميد الزعابي ومعه التفاصيل. الإمارات أكدت غير مرة بأن رؤيتها طموحة وإنجازاتها عملاقة على طريق الريادة. معرض دبي للطيران بات اليوم منصة عالمية تنافسية تجمع قطاعات الطيران، ليكون بذلك فرصة سانحة للنهوض بهذا القطاع عالميا. كيف لا ودبي تحتضن على أرضها وفي سمائها طائرات العالم. I think this is one of the best aeronautic exhibition in the world. هذا المعرض يعتبر من الأفضل حول العالم، وأنا سعيد لتواجدي في هذا المعرض الذي يشهد مشاركة كبيرة ويعرض كل مستجدات عالم الطيران. This is nice. This is the first one we do. المكان جميل من حيث التنظيم والمشاركة لافتة، خاصة وأن المعرض توقف لقرابة العامين، لذلك نشهد إقبال من الشركات التي تتسابق لعقد صفقاتها مع صناع القرار والمهتمين بقطاع الطيران، والعروض الجوية هنا مميزة ومبهرة. معرض جميل جدا وجامع جميع القطاعات اللي في الطيران، من شركات المينتننس، من المطارات، من القطاع الغيار، وما شاء الله يعني مجال وسيع جدا يعني في الطيران هنا. معرض من احسن ما يكون، وكالعاده دبي دائما سباقين في الامور هذه، ومثل السنوات اللي فاتت طبعا قبل سنتين ما كان المعرض موجود، افتقدنا هالشيء، بس اشوفه يعني ما شاء الله يعني ما توقعت ان يكون بهالاقبال الكبير يعني. صراحه من ناحيه التنظيم، من ناحيه الشركات الموجودة، عرض الطيائر، فشيء خيالي والله. المعرض اليوم كان مزدحم بشكل استثنائي، جونا وايد زوار من جميع مختلف الدول، ووايد عرضنا مشاريع، شفنا مشاريع من أكثر من دولة، تطورات الطيارات على حسب المجالات مختلفة من حربية ومدنية، وين التطور وصل في كل مجال من هالمجالات، كيف المحركات ما تطورت، كيف صارت أكثر صديقة للبيئة مقارنة بالسنوات الماضية. والله المعرض هاي السنة ما شاء الله يعني شايفين نفس الإقبال اللي كان عليه في 2019. للأسف ما كان في النسخة الماضية بتاعت 2020 بسبب كورونا وكل هالأشياء، بس السنة دي الحمد لله يعني شايفين كأن كل شيء رجع نفس زمان، بكل الاحتياطات، بكل الأشياء، ناس متعايشة عادي الحمد لله، اكتشافات جديدة شايفها، أشياء عمالة الناس تخترعها، وما شاء الله يعني الناس كانت مفكرة أن السنة الماضية ما حد كان بيسوي شيء، بس ترجع تاني مع أول مرة بتحس أن كلهم كانوا شغالين السنة الماضية بدون توقف.